هذا البرنامج برعاية المنتدى السوري. كان لعبد الله بن الزبير أرض، وكان له عبيد يعملون فيها، وإلى جانبها أرض لمعاوية، وفيها أيضا عبيد يعملون فيها. فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير، فكتب عبد الله كتابا إلى معاوية يقول له فيه: أما بعد، يا معاوية، إن عبيدك قد دخلوا في أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن، والسلام. قرأ معاوية الكتاب ثم دفعه إلى ولده يزيد، فلما قرأه قال له معاوية: يا بني، ما ترى؟ قال: أرى أن تبعث له جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك. فقال: بل غير ذلك خير منه يا بني. ثم أخذ ورقة وكتب فيها جوابا لكتاب ابن الزبير يقول فيه: أما بعد، وقفت على كتابي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءني ما ساءه، والدنيا بأسرها هينة في جنب رضاه، نزلت عن أرضي لك، فأضفها إلى أرضك بما فيها، والسلام. فلما قرأ عبد الله بن الزبير كتاب معاوية كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل، والسلام. فلما قرأ معاوية كتاب عبد الله بن الزبير رمى به إلى ابنه يزيد، فلما قرأه تهلل وجهه وأسفر، فقال له أبوه: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواء فداوه بمثل هذا الدواء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص وقيم، وحديثنا اليوم عن الحلم والعفو. الحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، والأناة والتسامح، والصفح وإمساك النفس عن الاستشاطة في الغضب، وملك الجوارح عن إيقاد جمرة الشر، والسكون والهدوء عند الأحوال المثيرة للانتقام. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وقد حثنا الله في كتابه الكريم على العفو والمسامحة والحلم، فقال: فاصفح الصفح الجميل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد برز من العرب قديما رجل تميز بالحلم والعفو، وهو الأحنف بن قيس، حيث كان كثير العفو والحلم، وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وقيل إن رجلا سبه وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال له: يا هذا، إن كان قد بقي معك شيء فهات وقله هنا، فإني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذونك، ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. وقيل من عادة الكريم أنه إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر. وكان المأمون رحمه الله يحب العفو ويؤثره ويقول: لقد حبب إلي العفو حتى أني أخاف ألا أثاب عليه. فالرجل العظيم حقا كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم، والتمس المبررات لأغلاطهم. وهذا المعنى يفسر لنا حلم هود، وهو يستمع إلى إجابة قومه بعدما دعاهم إلى توحيد الله. قالوا: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. إن شتائم هؤلاء الرجال لم يطش لها حلم هود، لأن الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولا فهو الذؤابة من الخير والشر، وبين قوم سفيه أنفسهم وتهاووا على عبادة الأحجار يحسبونها لغبائهم تضر وتنفع. والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى ألا يجعل العقوبة شيمته، وإن كان لابد من الانتقام فليترفق في انتقامه. كان معاوية رضي الله عنه يعرف بالحلم،
وله فيه أخبار مشهورة وآثار مذكورة. وكان يقول: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. لذلك جاء البيان النبوي موجها ومعلما بأن الشديد والقوي هو الذي يملك نفسه ولا يثور مع كل حدث. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يروى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله: لا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه وعاقبه على قدر ذنبه. ومما يروى عن الحلم أن قوما من اليهود استأذنوا للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم، فقالوا: السام عليك يا محمد. فقالت عائشة: بل السام عليكم واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت لهم وعليكم. الحلم زينة للمرء ووقار له، وهو من الصفح الجميل والتسامح السامي. ولنا في قصة يوسف عليه السلام عبرة وعظة كبيرة، حيث تآمر إخوته عليه لأنه أحب إلى قلب أبيهم منهم، وتشاوروا فيما بينهم كيف ينتقمون منه. قال قائل منهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. رموا به في البئر، جاءت سيارة من المارة فأخذته، ثم باعته بثمن بخس كما يباع العبيد. أبعد عن عائلته لعشرات السنين، ثم سجن بضع سنين، وأصيب أبوه بالعمى حزنا عليه. وعندما التقى بإخوته ماذا فعل؟ عفى عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا عتب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دعا لهم بالمغفرة ما أنهم لم يسألوها. وختاما، رحم الله نفسا صفحت عن أخطاء الآخرين بحقها حبا للعفو وحفظا للمودة والعلاقات الجميلة، وتسامت عن حظوظ النفس وزينة الشيطان، فارتقت في مدارج السمو والنبل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.